أين يمكنك رؤية الكثير من الحيوانات؟ مثلاً حديقة حيوانات؟ أعماق الغابة؟ أم السافانا الإفريقية؟ صحيح، لكن هناك أماكن أخرى يوجد بها عدد كبير جداً من الحيوانات، من جزيرة تسيطر عليها الثعابين إلى مدينة القرود ومعبد الفئران. في هذه الحلقة سأعرض لكم هذه الأماكن وغيرها التي سيطرت عليها الحيوانات بالكامل. هيا بنا. جزيرة الثعبان. يبدو لي أن الناس الذين يخافون من الثعابين حلموا مرة على الأقل بها، بأن يتم جمع كل هذه المخلوقات الزاحفة ونقلها إلى مكان بعيد حيث لن تزعج أحداً. إذا كنت تعتقد نفس الشيء فتهانينا، أصبح حلمك حقيقة على الأقل قليلاً. على بعد 35 كيلومتر من البرازيل في المحيط الأطلسي توجد جزيرة إلها دا كويمادا غراندي. عندما قلت في البداية أن هذه الجزيرة تسيطر عليها الثعابين لم أبالغ، إنها الحقيقة. نعم، لا يوجد أشخاص في هذه الجزيرة، يوجد فقط ثعابين خطيرة تسمى رأس الحربة الذهبي وفرائسها التي تتعامل معها بسرعة كبيرة. لفترة طويلة من العزلة الكاملة للجزيرة طورت هذه الثعابين سمها وتعلمت الصيد جيدا وأصبحت من أخطر الثعابين على الكوكب، ولهذا لا يوجد بشر في هذه الجزيرة. لا تقلق، لا أقصد أنها أكلت جميع السكان منذ زمان. كل ما في الأمر أن الحكومة البرازيلية اعتقدت بحكمة أن الجزيرة التي يسكنها عدة آلاف من الثعابين السامة ليست مكانا جيدا للسياحة أو للحياة، فقط العلماء هم المسموح لهم بالبقاء هنا. أوشيما. ليست هذه الجزيرة فقط هي التي استولت عليها الحيوانات، فالجزر هي أفضل مكان لتكاثرها، واليوم سترى هذا عدة مرات. المكان التالي هو أيضا جزيرة، ولحسن الحظ لا يوجد هناك ثعابين خطيرة. هناك القطط في كل منعطف. إن جزيرة أوشيما كما يتضح من اسمها تقع في اليابان. في الحرب العالمية الثانية كان هناك قرية تصطاد الأسماك بنشاط، لكن الفئران أعاقتهم كثيرا، فقد دمرت القوارب ومضغت شباك الصيد، ولمقاتلتها بدأوا باستيراد القطط إلى الجزيرة. بمرور الوقت بدأ الشباب الياباني في مغادرة الجزيرة، والآن لم يتبقى سوى المتقاعدين غالبا، وبالطبع يوجد القطط التي أصبحت كثيرة جدا. لقد استولت على الجزيرة وأبادت الفئران، وهي الآن ترحب بسعادة بالسياح هناك. يقال إن زيارة واحدة لأوشيما قد تحل محل عشرات جلسات العلاج النفسي، وأنا أصدق ذلك. والمدهش أنها ليست الوحيدة من هذا النوع، والأكثر إدهاشاً هو جزيرة القطط الثانية تقع أيضاً في اليابان. إنها جزيرة تاشيروجيما. عدد القطط أكثر من عدد الأشخاص في هذه الجزيرة. هناك احتمال كبير أنه إذا أتيت إلى هذه الجزيرة بالقارب فسوف تقابل القطط أولاً وليس الناس. بينما أحضرت القطط لأوشيما لأجل الفئران، في تاشيرو كانت لأجل الجذان، والتي كانت تمثل أكبر مشكلة لإنتاج الحرير وصيد الأسماك أيضاً. المحليون المؤمنون بالخرافات ممتنون للقطط على محاربتها للجرذان، ويحبونها ويكرمونها، ويعتقدون أن القطط تجلب الحظ والثروة، ويعتقدون أن كارثة تسونامي التي حدثت عام 2011 لم تؤثر على الجزيرة بفضل القطط، وهي تمائم تاشيروجيما. أوكونوشيما. اليابان لا تتوقف عن إدهاشنا. سيطرت الحيوانات على ثلاث جزر هناك. جزيرة أوكونوشيما مليئة بالأرانب حرفياً، ولهذا يطلق عليها اسم جزيرة الأرانب. تعد الجزيرة الآن موطناً لمئات الأرانب البرية، والتي لا تخاف من الأشخاص الذين يأتون للاستمتاع بها. لماذا يوجد الكثير؟ بسبب الحرب العالمية الثانية أيضاً. حينها كان هناك مصنع للغازات السامة، وكانت الأرانب تستخدم لاختبار فعالية الأسلحة، ولحسن الحظ انتهى هذا الرعب. تم تحرير الأرانب التي لم يكن لديها الوقت لتصبح حيوانات تجريبية، وتكاثرت بسرعة كبيرة. الأرانب هناك الآن هي من نسل الأرانب الناجية من زمن الحرب. يقوم اليابانيون بحماية الجزيرة والأرانب. مثلاً يمنع الدخول إلى أوكونوشيما مع القطط أو الكلاب حتى لا تقوم بإبادة ذوي الأذنين. لوبيوري. لا تسيطر الحيوانات على الجزر فقط، بل يمكنها الاستيلاء على مدينة بأكملها، ولوبوري تمثل جزءاً جيداً. تقع في تايلاند، ليست بعيدة جداً عن بانكوك. كما هو الحال في العديد من المدن، يمكنك هنا رؤية العديد من المعابد والآثار. لكن لوبيوري لم تشد الناس بهذه الأشياء، بل بالقرود.
بالطبع القرود ليست أكثر من الأشخاص، لكن يوجد الكثير. يعيش في المدينة حوالي 58,000 شخص وأكثر من 3,000 قرد. عام 2020 في ذروة الوباء غمرت المدينة وغمرت الطرق وأحدثت فوضى حقيقية، حتى أن الشرطة حينها لم تستطع السيطرة على القرود المجنونة، كما يمكن رؤيتها بأي مكان، على المقاهي، على الطرق، على السيارات. كانت القرود تبحث عن الطعام لأنه عادة ما يطعمها الناس، لكنهم كانوا في المنزل. حينها كان هناك أكثر من 3,000 قرد. وفقاً لبعض البيانات، في ذروة تكاثر الرئيسيات تجاوز عددها 8,000 قرد. الآن كما هو الحال قبل الوباء، توجد القرود غالباً في المعبد المحلي ويسمى معبد القرد. يوجد أيضاً مهرجان القرود، يقام يوم الأحد الأخير من شهر نوفمبر ويتوج ببوفيه ضخم من العروض. كارنيماتا، تستولي الحيوانات بشكل رئيسي على المعابد والجزر. بعد كل شيء، كارنيماتا هو معبد، إنه في الهند، وبدلاً من القرود التايلاندية توجد الفئران هنا، الكثير منها. من الصعب إحصاء عددها، لكن بحسب المصادر يعيش هناك ما لا يقل عن 25,000 فأر. لكن كيف يمكن للناس أن يعيشوا هناك؟ كيف لم يتعب الكهنة من الفئران؟ ألا يمكنهم تسميمها أو على الأقل طردها؟ مستحيل. الفئران هنا ليست نفس القوارض التي تجدها في المجاري. تعد هذه الفئران من الحيوانات المقدسة، لذا يسمح لها بالتجول بحرية في المعبد ويتم عبادتها، ويعد تناول منتج عضة الفئران المحلية شرفاً عظيماً في كارنيماتا. بالطبع إنها خطيئة كبيرة أن تقوم بأذية فأر محلي أو حتى تقوم بقتله عن طريق الخطأ. يرتبط هذا الموقف تجاه القوارض بالأسطورة التي تقول إن الفئران هي تجسيد لأقارب كارنيماتا. نعم، وهو قديس هندوسي سمي المعبد على شرفه. لنكن أدق، تعتبر الفئران البيضاء هكذا، لكن لا يوجد الكثير منها. في الأساس توجد الفئران الداكنة. تعتبر الفئران البيضاء تجسيدا لأقارب كارنيماتا، وهي التي تعد القديسة. لذا فإن رؤية فار أبيض هناك علامة حظ. جزيرة الكريسماس، وجود مئات أو ألف الحيوانات أمر مثير للإعجاب، لكن ماذا لو رفعنا المستوى؟ ماذا عن بضع عشرات الملايين؟ يبدو لا يصدق، ألا تعتقد ذلك؟ ورؤيته لا تصدق أيضا. هذه جزيرة كريسماس في المحيط الهندي والتابعة لأستراليا. في كل عام يمكنك ملاحظة هجرة السرطانات الحمراء في الجزيرة وأعدادها المذهلة. هناك حوالي 40 ل 50 مليون منها. مع بداية موسم الأمطار تهاجر السرطانات من الغابات المطيرة للساحل للتكاثر. تستغرق 18 يوماً في المتوسط. بهذا الوقت تمتلئ الجزيرة بالسرطانات، إنها في كل مكان. ويتعين على المحليين تنظيف الطرق بالمكانس أو وضعها لتنبيه السيارات حتى لا تسحق السرطانات. ومع ذلك فإنها تعترض طريق المشاة، ولسوء الحظ ليس من الممكن إنقاذها كلها. وخلال هذه الهجرة ينتهي الأمر بما يصل لمليون فرد تحت عجلات السيارات. أما بالنسبة للهجرة فإن الذكور تتجه للشاطئ أولاً، تليها الإناث. بعد التزاوج تعود الذكور إلى الغابة وتترك الإناث لتضع بيضها في البحر، حيث تتطور اليرقات وتتحول لسرطانات صغيرة، وبعد شهر تذهب إلى بقية متجانساتها في الغابة. وادي الجحيم، الاسم لا يبدو واعداً، صحيح؟ يبدو وكأنه موطناً لبعض العناكب أو العقارب أو شيء من هذا القبيل، لكنه ليس سيئاً كما يبدو. وادي الجحيم هو حديقة القرود، اسمها الياباني هو جيكوكوداني. نعم، عدنا لليابان. إنه مليء بالينابيع الحرارية والقرود اليابانية، ولقب المكان بوادي الجحيم بسبب الينابيع. وفي الشتاء تخرج بخاراً كثيراً لاختلاف درجات الحرارة، وتذكر بالجحيم بمراجلها وأشياء أخرى. بالنسبة لبقية الأمور فالوضع ليس جهنمياً. تحب قرود المكاك السباحة في هذه الينابيع الساخنة، خاصة في فصل الشتاء. بالمناسبة هذا المكان في أقصى الشمال، حيث تعيش الرئيسيات في البرية. بالإضافة للمياه فإنها تحب صنع كرات الثلج كالبشر، كما لاحظ العلماء أيضا كيف تقوم القرود بغسل الطعام قبل تناوله. بشكل عام قرود المكاك هذه تشبهنا كثيرا. شاطئ الخنازير، إن جوهر هذا المكان واضح لأي شخص. يقع هذا الشاطئ في جزر الباهاما، عندما تكتشف أن الخنازير ذهبت إليه وأنت لم تذهب.
تعيش في جزيرة غير مأهولة والتي في الواقع تم الاستيلاء عليها بالكامل. لا تضيع الخنازير أي وقت وتستمتع بمزايا الجزيرة، فهي تسبح في المياه الدافئة وتأخذ حماما شمسيا وتستمتع، والسياح يأتون لإطعامها. لقد جعلت منها الخنازير جنة على الأرض لنفسها، ونحن سعداء لأجلها. تعيش بعض الحيوانات في أوكارها منذ أجيال، بينما يتحرك البعض الآخر ويتساقط على رؤوس البشر المندهشين. أخطبوط. الصين بلد غني بالمأكولات البحرية لدرجة أنه تسقط المأكولات البحرية حرفياً من السماء. على الأقل حدث هذا مرة واحدة. في يونيو 2018 شهدت مدينة تشينغداو الصينية أمطاراً غير عادية من الأخطبوط والروبيان ونجم البحر. وجد السكان كائنات بحرية على الطرق والسيارات وحتى خطوط الكهرباء. هذا البطر الغريب ضج العالم به، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بأخبار عنه. شرح خبراء الأرصاد الجوية هذا المطر الغريب بأن الكائنات البحرية سقطت على المدينة لأنها ضحية لعاصفة قوية في البحر الأصفر، مما حمل هذه الحيوانات على بعد مئات الأمتار أو حتى كيلومترات من البحر. مطر مخلوقات البحر ظاهرة غير عادية، لكنها ليست نادرة. قبل عام من هطول الأمطار الغريب في تشينغداو، سقطت أمطار مماثلة في المكسيك. في نهاية سبتمبر 2017 حصل جميع السكان على أسماك مجانية سقطت على رؤوسهم من السماء. حدث ذلك في مدينة تامبيكو توموليباس. قبل الهطول بوقت قصير تشكلت العاصفة الاستوائية بيلار قبالة الساحل الغربي للمكسيك، وتطورت بسرعة كبيرة. على ما يبدو رفعت العاصفة الأسماك من المياه إلى ارتفاعات كبيرة وألقتها في مدينة مكسيكية. أمطار الأسماك رغم أنها مثيرة للاهتمام ليست أكثر الظواهر متعة. إنه من الرائع أن تطير إليك جميع أنواع الأخطبوطات في السماء، أليس كذلك؟ لكن كانت هناك أشياء أسوأ، أمطار الضفادع مثلاً. كان هذا هو الحال في عام 2005 في بلدة أوتزاكي الصربية، حيث اعتقد السكان أنها نهاية العالم عندما ظهرت سحابة غريبة في الأفق وكان حشد من آلاف الضفادع يتقدم نحوهم. وفقاً لشهود العيان رأوا لأول مرة سحابة غريبة بدت وكأنها تظهر من العدم. ذهب الناس إلى الخارج للتحديق، عندها بدأت فجأة آلاف الضفادع في السقوط من السماء. أصيب الناس بالذعر وتجمعوا في الداخل، وتوقفت الحركة المرورية، بل توقفت المدينة بالكامل. كانت هناك شائعة بين السكان المحليين بأن طائرة تحمل الضفادع انفجرت في الهواء، لكن الخبراء سرعان ما طمأنوهم. وفقاً لعالم المناخ سلافيسا إغناتوفيتش، كانت عاصفة هي السبب. كما قال عالم المناخ إنه على الأرجح رفعت زوبعة مياه من سطح مستنقع وامتصت الضفادع التي كانت تعيش هناك، ثم حملتها هذه الزوبعة إلى مدينة أوتزاكي، وهناك أمطرت الضفادع على رؤوس السكان المذعورين. سقوط آلاف الضفادع على رأسك تجربة سيئة، لكن ماذا عن شيء أكثر شراً كالعناكب؟ نعم، هناك مثل هذه الأمطار. قبل بضع سنوات أرعب هطول على شكل عناكب سكان بلدة جولبرن الأسترالية. كانت العديد من المنازل مغطاة بأنسجة العنكبوت التي تصل إلى السماء، وكان المزيد والمزيد من العناكب السوداء تتساقط من ارتفاع كبير، ولم يفهم السكان ما الذي يجب الاستعداد له. مرة أخرى لم تكن نهاية العالم. أخبر علماء الطبيعة السكان المحليين أن العناكب تستخدم طريقة الانتفاخ أثناء هجرتها. تنسج هذه الحيوانات شبكات على قمم الأشجار، ثم تلتقطها الرياح وترميها لمسافات طويلة. وفقاً للعلماء يمكن لهذه العناكب باستخدام هذه التقنية أن تطفو حتى ارتفاع 3 كيلومترات فوق سطح الأرض، ومن هنا جاء الشعور بمطر العناكب. بالمناسبة، يعتقد العلماء أنه يمكن للعناكب أن تساعد الناس في مكافحات الآفات في الزراعة، لأن هذه المفصليات هي الصياد الرئيسي للحشرات. إن رمي العنكبوت من السماء إلى حقل ما سيقضي بسرعة على الأعداء. كان الأستراليون محظوظون جزئياً لأن العناكب تسقط عليهم من السماء. يمكن أن يسقط سمكة قرش أو هطول أمطار على شكل ثعابين من السماء، من الصعب تصديق ذلك لكنه حدث. ابقى معنا لمعرفة المزيد عن هذه الظواهر الغريبة ولترى أمطارا أخرى لم ترها في حياتك.
وبالتأكيد ستتفاجأ، أنا متأكد من هذا. قرش، إنها تمطر أسماك قرش. من الصعب التصديق أن هذا ممكن، لكن التاريخ يعرف قصة واحدة على الأقل من هذا القبيل. في 2015 عثر أطفال في ولاية فيرجينيا على سمكة قرش صغيرة في فناء منزلهم الأمامي. على ما يبدو سقطت من السماء، لكن كيف وصلت إلى هناك؟ هل عاصفة أخرى يجب إلقاء اللوم عليها؟ وفقا للعلماء على الأرجح تم سحب القرش من الماء بواسطة بعض الطيور الجارحة ثم أسقطته بلا مبالاة في الفناء. وقد لوحظ شيء مشابه في أستراليا قبل بضع سنوات، عثر سائقو السيارات على سمكة قرش ميتة على الطريق. كما ترون فهي أكبر من سابقتها. انتشرت صور المفترس على وسائل التواصل الاجتماعي وتسببت في حالة من الذعر بين بعض السكان المؤمنين بالخرافات. اقترح علماء الأحياء أنه لم تمطر وأن سمكة القرش قد ألقى بها شخص ما على الطريق، لكن ربما كان العلماء على خطأ. بما أنها تمطر العناكب في أستراليا، فلماذا لا تمطر هنا أسماك قرش؟ لا يمكن أن يطلق على زوج من أسماك القرش على الطريق اسمه طول، لكن ماذا عن الأمطار الغزيرة الكامنة للحيوانات؟ وليست سمكة أو جمبري، بل ثعابين حقيقية. نعم، حدث ذلك. حدث هطول أمطار غزير من الثعابين في ممفيس تنسي الولايات المتحدة الأمريكية. في يناير 1877 أمطرت السماء ثعابينا بطول 45 سنتيمترا لمدة 15 دقيقة بلا توقف على المدينة. لقد كانت الشوارع مليئة بالثعابين ذات اللون البني الداكن والأسود. هذه الزواحف في كل مكان، على الأرصفة وعلى الطرق وعلى الأسطح وفي الساحات. الإعصار هو السبب مرة أخرى، لكن ذلك لم يكن فيه أي عزاء للسكان الذين اضطروا إلى العمل بجد لتنظيف الفوضى المخيفة. بالمناسبة، هذا ليس أول مشهد كهذا في الولايات المتحدة، وهناك أمطارا أخرى شملت هذه الزواحف وأكثر من ذلك. الطيور السوداء العادية. في ولاية أركنساس سقط أكثر من 1000 طائر شحرور من السماء عشية رأس سنة 2011. تضررت مدينة بيبي بشكل خاص مع سقوط أكبر عدد من طيور الشحرور في المنطقة المجاورة لها. ومن المثير للاهتمام أنها أمطرت طيور الشحرور فوق أركنساس في تلك الليلة، ولم يتم العثور على طيور من أنواع أخرى. لسوء الحظ لم تنجو الطيور، لكن المثير للاهتمام أنها لم تمت بسبب اصطدامها بالأرض. وصل الباحثون الذين درسوا الطيور إلى أن الطيور اصطدمت بشيء في الهواء ووقعت على الأرض ميتة. يعتقد البعض أن الطيور قد علقت في سحابة حيث تعرضت لعاصفة برد قوية، بينما اعتقد آخرون أن سربا من الطيور اصطدم بطائرة أو هليكوبتر، لكن اتضح أنها أصيبت بالمفرقعات النارية. الثعالب الطائرة. حدث شيء مشابه قبل بضع سنوات في أستراليا. كان هناك مطر غريب من الثعالب الطائرة. لا، ليس من الثعالب الماكرة التي يمكنها الطيران، ولكن من الخفافيش أو خفافيش الفاكهة بشكل أكثر دقة. العديد من المناطق بما في ذلك كامبل تاون مليئة بالآلاف من المخلوقات الطائرة التي سقطت من السماء. لم يكن سبب ذلك هو عاصفة أو زوبعة أو ألعاب نارية، لكنها الحرارة التي لم يكن الأستراليون غرباء عنها. تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وهو أمر خطير على الثعالب الطائرة. في مثل هذه الحرارة تفقد السيطرة على نفسها وتتوقف عن الطيران وتسقط على الأرض. وهكذا حصل الأستراليون على مثل هذا الهطول. لا يسعهم إلا أن يأملوا في أن يكون هناك مزيد من الأمطار العادية على أستراليا القاحلة. أخيرا دعونا نبتعد عن أمطار الحيوانات، لأنها ليست الوحيدة التي تستحق الاهتمام. هل سمعت من قبل عن مطر للهلام النجمي؟ ستارجيلي أو الهلام النجمي هو مادة لزجة تسقط على الأرض على شكل مطر، يجدها الناس في جميع أنحاء العالم على الأشجار والعشب بين الحين والآخر. تم الحديث عن ستارجيلي منذ القرن الرابع عشر، ولكن ما زال العلماء لم يكتشفوا ماهيته حقا أو ما هو السبب الحقيقي لنزول هذا الشيء. كثير من الناس على يقين أن الكتلة اللزجة هي شيء يأتي مباشرة من الفضاء الخارجي، شيء قد يرميه الفضائيون على الأرض في محاولة للتواصل معنا. العلماء بالطبع لهم رأي مختلف. هم يتكهنون أن نجمة الهلام هي جزء من الأعضاء الداخلية للضفادع التي تفترسها الطيور.
وفقاً للعلماء لا تستطيع الطيور هضمها، لذلك ينتهي بها الأمر على الأرض على هذا الشكل. لكن هذه نظرية، ربما العلماء على حق أو ربما يرتبط ستارجيلي حقاً بالفضائيين. قريباً سنجد الإجابة. دب كحيوان أليف، يبدو هذا غريباً جداً، أليس كذلك؟ بالنهاية الحيوانات الكبيرة معتادة على العيش في الغابات، حيث يمكنها النوم والصيد واللعب كما يحلو لها. يعرف الجميع أن الدببة خطر على البشر، ما من فرصة للهرب منها. لكن هذا لا يرعب عائلة بانتيليكو التي تبنت دباً ويعيش معها منذ ذلك الحين. لا تتعجلوا بالظن وتعتقدون أنه يمكنكم فعل ذلك، لأن هذه العائلة من متيمي الحيوانات ويعرفون أكثر من غيرهم كيفية التعامل معها. تعود قصتهم إلى السوق، حيث كان بعض الصيادين يبيعون دباً صغيراً. وفقاً للبائعين فإن هذا المسكين أخذ للتو من والديه، لذلك أخذه آل بانتيليكو وبذلوا قصارى جهدهم ليربوا الحيوان البري. أصيب الدب بجروح وخوف شديد، لذا حاولوا في المرة الأولى تضميد جروحه. أثمرت الرعاية الطويلة ثمارها وسرعان ما تعافى ستيبان، هذا هو اسم الدب، وتعلم بعض حيل السيرك. ربما حقيقة أن ستيبان نشأ بين الناس جعلته مختلفاً عن كل الدببة. إنه ليس عدوانياً على الإطلاق، لم يعض أو يخيف أحداً في حياته كلها. حذر ستيبان ومهاراته في التواصل مع الناس جعلت منه نجماً حقيقياً، وهو مطلوب بشدة بين جميع المصورين. تم تسمينه حتى 300 كيلوغرام، أصبح عمره أكثر من 20 عاماً، لكنه بقي ذلك الدب الصغير الغير مؤذن والودود جداً. إذا كنتم تعتقدون أن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه غرابة الناس وقصص الحيوانات الغريبة فإنها لا، لنذهب إلى إندونيسيا حيث يعيش رجل مع تمساح. قصة حب تشبه قصة الدب. أنقذ الشاب هذا الزاحف من قسوة الأطفال الذين أساءوا إليه. لم يعرف مكاناً لوضع التمساح فاحتفظ به وصنع مسبحاً صغيراً خاصاً، حيث كان يغير الماء بانتظام ويخزن الطعام، وهذا هو المكان الذي قضى فيه وقتاً لأكثر من 20 عام. لكن كان يجب أن ينتهي هذا في وقت ما. وصلت المعلومات إلى دائرة الحفظ التي راجعت الحالة وتوجهت على الفور إلى هناك. أخذت السلطات التمساح بعيداً لأنها اعتبرته حيواناً محمياً. يعيش صديق العائلة الآن في محمية طبيعية محلية. توم وجيري، سلسلة الرسوم المتحركة هذه هي مثال حي على كيف يمكن للفأر أن يقاوم قطة. لا نرى ذلك غالباً في الحياة الواقعية، فهو ضد الطبيعة، لكن من الواضح أن هذا الفأر ليس بهذه البساطة مثل مايك تايسون أو محمد علي كلاي في أوج عطائهم. نهض وقاتل قطتين في وقت واحد. لا أعرف كيف كان لهذا الجسم الصغير مساحة لهذا النوع من الشجاعة. أتعتقدون أن الفأر كان يعلم أن فرصة هروبه ضئيلة فكان عليه القتال، أم أنه قوي بطبيعته؟ أخبروني في التعليقات. أيعرف أحدكم ما هي الفكرة من تأسيس روما ومن أسسها؟ هذه القصة تتناسب مع موضوعنا بشكل مفاجئ، سأخبركم بسرعة. أسست طراويدا مدينة ألبا لونغا، وكان حاكمها نوميتور. لسوء حظه خانه شقيقه أموليوس واستولى على السلطة. لم يكن هذا كافياً وأراد الرجل قتل أبناء أقاربه. لقد قتل ابنه بنفسه وأجبر ابنته على نذر العزوبة لتصبح كاهنة في معبد فيستا. لكن بعد بضع سنوات أنجبت ريا سيلفيا ابنة نوميتور توأم. علم أموليوس بهذا وخوفاً من الانتقام أمر بالتعامل مع أطفال ريا. طلب من عبده أن يسرق الأطفال ويأخذهم إلى النهر ويضعهم في سلة ويرسلهم إلى التيار السريع. تم تنفيذ الأمر بشكل ممتاز. عاد العبد وأخبر سيده بكل شيء، لكن لم يكن لديهم أي فكرة أن أموليوس أخطأ في الحسابات وأن الأطفال سيكونون بخير. ذهب الماء وأصبح صوت الطفلين مسموع في كل الغابة. كانت ذئبة أول من سمعهم. شعرت أن التوأم كانا جائعين وأطعمتهما حليبها. أتت بانتظام إلى المكان لرعاية الأطفال. كان ذلك حتى وجد راعي عابر الأطفال وأخذهم إلى منزله وأعطاهم الأسماء رومولوس وريموس. أصبح الصبيان محاربين ناجحين وأسسا روما في نفس المكان، حيث جرفتهما المياه إلى الشاطئ وساعدتهما الذئبة على البقاء على قيد الحياة.
لتأكيد هذه الأسطورة تمكن علماء الآثار من العثور على الكهف الذي يفترض أنه تم الاحتفاظ فيه بالصغار عندما تم تربيتهم بواسطة الحيوان. بالمناسبة يعتبر هذا المكان بالذات نقطة الأساس لروما. لتخريم الذئبة أقام السكان المحليون تمثالا للذئبة والأطفال من البرونز. غطاس أصبح صديق قرش. نعم هذا يحدث. عادة ما تهاجم هذه المخلوقات المفترسة الناس بسرعة ودون تفكير ثان، ولكن هنا كانت القصة مختلفة. أقام رجل أسترالي صداقة مع سمكة قرش. قال إنه في وقت مواجهتهما الأولى كان طولها أكثر من 15 سنتيمترا، قاما بسرعة بالتواصل وسمح المفترس الصغير للغواص بالتربيت عليه. بعد 7 سنوات عاد الرجل إلى نفس المكان الذي التقى فيه بصديقه الذي كان قد كبر بشكل ملحوظ. إنها قصة غريبة للغاية، حيث تعرف القرش على الرجل تحت الماء بينما كان يعمل وسبح إليه ليقول مرحبا. الشيء الوحيد الذي لا أفهمه كيف يكون ذلك ممكنا، عيناه كانا بالكاد مرئيين في البدلة، وعلى القرش بطريقة ما أن يميز صديقه عن غواص آخر. على أي حال القصة مؤثرة وجميلة. هذا كل شيء، أخبروني في التعليقات عن سلوك الحيوان الذي فاجأكم أكثر. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.